تعبانة، عايزة أروح لدكاترة، معيش علاج، شحطة واحدة خدي، عايزة أروح، عايزة أروح، بيعمل معانا كده لشان تترقد بهدومي، مش لاقي علاج، إحنا مصريين ولاد مصريين مولودين في مصر، ليه كده؟ عايزة أروح. عايشين في غزة تمام، في أسرة الحرب، وطبعاً إحنا ساكنين في الشمال. فرحلنا للجنوب زي الناس اللي بترحل، وقعدنا طول الفترة هذه في الجنوب. كنا نستنى أن المعبر يفتح عشان نطلع من هالخطر اللي احنا فيه. احنا مش انه خطر يعني، هذه مصيبة، احنا في كارثة. وحكون لهنا اول ما جينا اي حدا ما مش نازل اسمه على الكشف ما راح يطلع. فاحنا حاولنا، في مندوب إلنا بستنانا في الجانب المصري على زي سهل الإجراءات إلنا، وبنتواصل معاه وحكى إن أنتوا بس لازم تذكروا من الجانب الفلسطيني توصلوا الصالة المصرية، وإن شاء الله الإجراءات بتكون سهلة، أنا بعمل كل الإجراءات اللازمة. فلسطينية أمريكية اللي في غزة شهرين، اللي صار معي إنه كنا الحمد لله عادي ومبسوطين وتمام، إجت على غزة في شهر 8 عشان أزور ماما وبابا وإخوتي وخواتي، وفجأة هيك صارت الحرب. أنا سكان الإمارات، معنا جنسية أردنية، وهذه أختي قريبتي من بنت عمي مصرية، معها جواز مصري وختمت هاي الختم، هيو ثاني يوم الحرب هاي الختم، ووصل الباص لعند الصالة المصرية وصار قصف هنا من الإسرائيليين ورجعونا، واحنا الان بنناشد انهم يدخلونا، اكثر من هيك ما بدناش. كنت ساكن في بيت لاهية، لما عند مرام المناشير طلعنا على خان يونس على المقر في مكتب عند الوالد، ورنت علينا السفارة بعد 5 ايام من الحرب، جينا على المعبر ورجعونا تاني، ورنوا علينا مرة تانية بعد 3 أيام رجعنا برضو رجعونا تاني، واليوم ردوا علينا برضو، فهينا بنستنى.